تاخو مصروف من عند داركم رد بالك، رد بالك تجيبها محاسبي. بابا برجولي حاجتي فلوس، عطيني. ما عنديش فلوس. خديمة ما عندكش فلوس؟ طب جربي تخلص زوز ملايين، 500 دينار كري، 500 دينار ماي وضو وانترنت، 500 دينار فلوس ستيود نتاعي انا وخوتي، و500 دينار مصروف الدار، معناها بالحق ما يقعد لك حتى فرانك تسبع على خير. بابا سامحني. رد بالك تكون صريح برشا. بابا مشي 50 دينار. 50؟ اش تعمل بها 50؟ القصة اللي تدور في الحومة 50، فما كان سلع بحر عشرينات ما يمشيوش. اعطيني 50 عاش بابا في ساعة برسمك خاطر مشي قطعه وبجرب. رد بالك تتمسكن. بابا برجولي حاجتي بفلوس. فلوس؟ والله ما نكسبها وليدي. ديما ما عندكش. ترى نمشي نلحم انا ونسرق مع الولاد، ونهار اللي يجيك مسلسل لهنا للدار وتخلص على المحامين الفلوس، ما تعطينيش خويا فلوس. حممت لي قلبي، شد هاي 5000. 5000؟ شو تعمل لي انا 5000؟ شو عم بيها قهوة؟ شو بيها تاكسي؟ شو تعمل؟ هاي 50000 يا سيدي. شو تعمل لي انا 50000؟ شو نمشي نسهر بها مع الولاد؟ أو مليون. شو يعمل لي انا مليون؟ شو يجيب لي بلايكات؟ شو يخو بيه موتور انا كيما الولاد؟ ياتو. برا اسرق تو. راني نرجع لك مسلسل انا وبابا. رد بالك تطلب المصروف بطريقة فنية. بابا اعطيني فلوس، بروفيل ما تعطانا دوس، تحب نشري بركار وكوس، بروفيل صعيب سي بن كرموس، بركار وكوس، بركار وكوس، بركار وكوس، بركار وكوس. رد بالك تكون كبرت على المصروف. بابا نحب 10000. جهلي خلطك. باش نغسل الكاب، عندي شهرين ما هزيتوش بريسين، توا تعطيني 10000. كثير. رد بالك تكبرها. اه يا باي، الارض ماهي تقسمت، والزيتونات ما متباعوا، وكل من اللي باي وخذاه. هلا باي ناوين باي. باي كيستنى فيك. اه يا سيدي. اه هذا باينات. ايه. الو عسلامة بابا، شحويك سفالي بس هيك شوف بيت بابيان بيس. اسمعني تحب تعديني نعمل كيسة؟ اوكي بابا، عايش تاتو معي بخاطرك يا باي. رد بالك.